أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لعن الفاسق الذي كثر فسقه؟ ما يلعن إلا من ورد اللعن في حقه، من ورد اللعن في حقه وكان على سبب واضح. أما أنه يطلق لسانه باللعن وكل فاسق يلعن أو كل عاصي يلعن، ما يبقى أحد. يعني المعصية كل الناس خطا، وخير الخطائين توابون. وأنت تنكر المعصية لكنك تعمل معصية أعظم منها وهي اللعن. نعم، ولعن المؤمن كقتله ولو كان عاصيا، لعنه كقتله. أما لعن العموم تقول يلي ورد فيه الدليل: لعن الله السارق، لعن الله الكافرين، لعن الله لعنة الله على الظالمين، على سبيل العموم، فهذا لا بأس به على سبيل العموم. أما لعن المعين فهذا إن كان جاء به دليل فيلعن، أما إذا كان ما جاء به دليل فلا يلعن. نعم.